مجلس النواب والرئاسة وجميع الحكومة التونسية، راهو الوضع هذا مش مساعدنا بالكل. إن شاء الله نقولوا أزمة وتعدي، والأفواج هذوما اللي صايرين توا راهي مش تونس بركة لازمها تتحمل الوضعية اللي احنا فيها. لهنا الأمم المتحدة لازمها تدخل، الفلو اللي داخل من الحدود نتاعنا فلو كبير برشا، يلزم جميع القوى العالمية تتحد. احنا بلادنا احتلها، واحنا ما فقروش فيها، احتلت الافارقه، واحنا ما نحبوش الاستيطان، ما يحتلونا، ما خلوناش هي.